اصبر على راعي الطرف الحور يلي جبينك القمر بحجب القمر حجب. مرة ثانية أجدد لكم التحية متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم تتابعون هذا النقل وعبر أيضا موقع الناموس الذي يرصد هذه الأحداث ويسجل لكم أحلى صور ويبثها على الهواء مباشرة بعد انتهاء هذا السباق لتتابعون أنتم كمشاهدين هذه الأحداث على موقع الناموس. نرصد المقدمة وناخذ على رأس الأقلام الشاهينية سعيد بن علي بن رشيد في أول المراكز، المركز الثاني بينونة علي بن سالم بن عامر العمري، أما المركز الثالث من حام حمد العبيد بطبيعة، المركز الرابع في الوصول من قبل نشوف الرابع هذا شعار بن معدن، هذا شعار بن معدن وعنده أيضا متابعة دقيقة في هذا الشوط وعند الهجمة المركزة. تقريبا هذه المراكز الأولى مشاهدينا الأفاضل، الشوط في حرات وزرات، الشوط في كوكبة، الشوط في عمالقة يتنافسون على هذا الموقع وعلى هذا المركز، ولكن المقدمة بينونة على مقدمة الشوط والعصا في الإبطان، العصا أبدا ما طلعت من الإبطان للسيد علي بن سالم بن عامر العمري المركز الثاني. أرى اللي في ثاني المراكز شعار بن رشيد على المركز الثاني، يأتينا أيضا المركز الثالث، للأسف لم تدون بن معدن، هاجم بن معدن يبغي طريق، يا بن معدن يا بن رشيد مع الشاهينية وشاهينية بن معدن، ولكن المقدمة بينونة تبغي الشوط وعلومة. اسمع ما يصيح ويلات راعي بينونة، روح يصيح ويلات معه، يحق لك يا ابوي انك تروح. سلام 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 على البدية، سلام على اهل البدية، والسلام موصول علي بن سالم بن عامر العمري على فوز بينونة بالمركز الاول، الثاني بن رشيد، والثالث بن معدن، والرابع الشاهينية عبد الله بن محمد حميدان. توقيت الزمني دقيقتين و15 ثانية، هذا هو